صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في أداء السنة الراتبة أو تحية يقول أحسن الله عليكم إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في أداء السنة الراتبة أو تحية المسجد ولا زلت في أولها، فهل أقطع الصلاة إذا أقيمت؟ الأحسن أنك تخففها، الأحسن أنك تخففها ولا تقطعها. نعم.